الروح شوي سياسة. بندر قبل لا ندخل في ذا العالم، أكثر فئات اللي هي ما تتحمل النقد، هل هي الفنانين ولا السياسيين ولا اللاعبين ولا المذيعين ولا يعني الشعراء؟ اللي أشوفه القليل طبعا، قلة قليلة من الفنانين، ولا الباقيين ما عندهم مشكلة في الغالب يعني. طيب سياسيا وش سياسيا؟ الرئيس الليبي معمر القذافي. من الصحراء للصحراء سنزحف عليهم الملاجئ لكي نقوم تطهير ليبيا بيت بيت دار دار زنجة زنجة فرد فرد بعطفة بعطفة ملحق ملحق حجرة حجرة غرفة شغلات غرفة شغلات لباب لباب هذه اخرتها هذه اخرتها هذه العطور هدايا عطورهم حبوب هدايا على الظهور مو شبوع عليهم لباب سامحونا عاد لا لا ما مشكلة. ومن غير والله في شخصيات طبعا الرئيس السوري بشار الأسد مذيع البرنامج أهلا وسهلا فيك فخامة الرئيس، ماذا يجري في سوريا الآن؟ سيدي الفاضل، هنالك عصابات مسلحة تقوم بعملية محاولة زعزعة الأمن في البلاد، وهذا ما نرفضه تماما كقيادة سورية. والله سوريا وبقوس وبس. ما هل من هنالك حل عادل؟ نريد حلا عادل لإنقاذ البلاد من انزلاق إلى بحر الهاوية. لن يتم هنالك أي حل أو مصالحة وطنية إلا بنزع السلاح من هؤلاء العصابات المسلحة. طيب